إذا لم يعجبك بيض الفصح المخصص لهذا العام فلماذا لا تصنعه بنفسك؟ في ورشة العمل هذه وسط فرنسا يتعلم هؤلاء كيفية صناعة بيض الفصح وأنواع أخرى من الشوكولا، لكن العمل ليس سهلاً. إذا احترقت بالكامل في الوعاء المستخدم لمزجها انتهى كل شيء، لأن طعمها سيصبح محترقاً. السر يكمن في تسخين الشوكولا حتى 50 درجة مئوية ومن ثم إعادة تجميدها وتصبح بحاجة لـ30 درجة حتى تذوب. من كان يظن ذلك إنها موهبة حقيقية، وعند امتلاكك هذه الموهبة يمكنك سكب الشوكولا بالشكل الذي تريده وصنع الكثير من الاختراعات والابتكارات المتنوعة. نعلم تماماً المنتجات التي تدخل في صنعها ويمكننا استخدام نوعية جيدة، وأعتقد أنها أفضل من أي شيء نشتريه من الخارج. أنا سعيدة جداً بالعمل هنا، لكن عليك قبل ذلك التأكد بأن القالب قد جف تماماً كي لا يمتزج الماء بالشوكولا. يمكنك مشاهدة بقع بيضاء صغيرة هنا، هذا لأن بعض المياه بقيت في القالب، هذا ما كنت أعنيه في كلامي عن مزج المياه بالشوكولا. وللحصول على بيضة عيد فصح مميزة يمكنك إضافة بعض الشوكولا البيضاء الذائبة، لكن عليك انتظار حلول الفصح لتناولها. أهلي جاءوا للاعتناء بأولادي خلال وجودي هنا وزوجي موجود أيضا، لذا من المؤكد أن الشوكولا ستلتهم بسرعة كبيرة. الفرنسيون يستهلكون حوالي 13,000 طن من الشوكولا في كل عيد فصح، ولكن عندما تصنع بيض العيد بنفسك سيكون له بلا شك مذاق آخر.